السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة نخصصه للمشاكل بين الجيران، ومن خلاله نتحدث عن حقوق وواجبات الجيران. هذا الموضوع ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز خصص له حيزا واسعا وشاملا، فقد قال جل علاه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فربنا عز وجل تحدث عن حقوق الجيران، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. المفروض أننا في مجتمع مسلم نكون جميعا نمتثل للتعاليم الإسلامية القائمة على احترام الآخر، بل ومودة الآخر، وأن نعيش معا في جو من المحبة والمودة يسوده الأمن والطمأنينة. لكن كل من ذهب إلى أي محكم من المحاكم سوف يجد هناك عدة قضايا في النزاعات، وجلها هي بين الجيران، صراع وخصام بين الجيران، ابتدأ بقضية صغرى ثم انتهى فيما بعد إلى الشتم والسب، ثم تطور إلى الضرب وإلى الجرح وربما إلى جنايات والعياذ بالله. بعض الجيران يشتكي يقول: أنا ما عندي زهر، الناس اللي حدايا كيأذوني، وكيتصرفوا تصرفات كلها فيها غلظة وشدة وعدم احترام. من ذلك مثلا، من نماذج هذا الإيذاء، قد يقول قائل: أن يفرح جاري وأنا مهموم. مثلا كتلقى العائلة يلاه مات ليهم الميت، يلاه دفنوه ربما ديك الليلة أو ليالي معدودات، والجار بجانبه يقيم الأفراح والليالي الملاح، وتجد الزغاريد والدفوف والطبول والمزامير، والجار ديالو يلاه فقد حبيب أو قريب كيشعر بالحزن. فئة أخرى من الناس يشتكون، كيقول لك: جاري يقوم بتشغيل المذياع بصوت عال أو التلفاز، كيفيق في الصباح الباكر كيش على الراديو ولا شاد التلفزيون ولا كيدير السيدي فيه طرب شعبي ولا غربي ولا غير ذلك، ثم يرقص عليه ويغني بصوت مرتفع عوض أن يسمع لنفسه يسمع للجميع. وفي الليل خصوصا حينما المتعب يريد أن يرتاح، أو المريض يريد أن يهنأ بالمنام، أو الطالب والتلميذ يريد أن يستذكر دروسه، قد لقى هذا الجار كيشعل التلفاز أو المذياع أو أي سد في أغاني وطرب، ويظل الليل كله يرقص ويغني بصوت مرتفع مما يؤذي جيرانه. البعض الآخر كيقول لك: هناك من يعجبه الدق بالليل، بالليل الناس غادي ينعسوا، هو يالله بغى يضرب المسمار، يالله بغى يوسع الكوزينة، يالله بغى يريب الحيط. كاين اللي كيديرها في الليل وكاين اللي كيديرها في الويكاند، في الأيام ديال العطل السبت والأحد، الناس باغين يرتاحوا وأسبوع كلهم في العمل، كيبغي في الصباح الباكر أنه يرتاح، فإذا به يفاجأ
بأن جاره جاب المعلمين في الصباح الباكر وكيبدا الشنيور وكيبدا الضرب والدرق فيؤذي الآخرين. هناك أيضا من في قضية أخرى أنه يلقي القمامة والكنسة حول داره دار الجار ديالو، كيشطب الدار ديالو كيكنسها كيصوبها، وذاك الحصيلة ديال الأزبال نزه الله سمعكم يرميها بجانب جاره، ديك الكنسة يرميها بجانب جاره ويؤذيه. وهناك الكثير من يقوم بنشر الملابس، يصبن الملابس ثم ينشرها دون عصرها، فيتساقط الماء ديال الملابس على الجار الذي يسكن تحته، ويقع الكثير من القيل والقال، ويقع الكثير من ربما الجدال والخصام وغير هذا من الأمور. المحاكم ديالنا والمخافر ديال الشرطة غادي يلقاوها ممتلئة بنزاعات ديال العائلات وديال الجيران فيما بينهم، وهذا الله يحفظنا وإياكم من الصعوبة. طبعا هادشي ماشي دائما، كاينين ولاد الخير، كاينين الناس الحمد لله أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الصلاح اللي فرحانين بالجيران ديالهم، الجار ديالو كيشكل ليه واحد للرحمة. والعرب كما هو معروف منذ زمان كانوا يتفاخرون بحسن الجوار، وكانوا يتفاخرون بإكرام الجار، وكانوا يتفاخرون بالإحسان إلى الجار، وكانوا يتباهون بالقيام بواجهبهم نحوه خير قيام. ولما جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا أن السعادة من بين أركانها يكون عندك واحد الجار مرضي ومهدي. اللي عنده جار مرضي ومهدي من الصالحين هذاك راه من أهل السعادة، واللي ابتلاه الله تعالى بشي جار فيه سوء وفيه ظلم وفيه أداء ذاك من أسباب الشقاء. في الحديث النبوي الشريف عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. فإذا كان عندك جار من الصالحين فأنت من أهل السعادة، ديما فرحان وديما مرتاح. وإلا ابتلك الله تعالى بجار اللي فيه السوء فانتظر إنك من أهل الشقاوة. القانون واضح وبين في كل ما يتعلق بحقوق الجيران وبالأذى فيما بينهم، لكن هناك من الناس من لا يردعهم القانون، عندهم القانون حبر على ورق، ويستطيع أن يشتري الذمم بماله، ويستطيع أن يقفز على الحقوق والواجبات. هنا نستحضر الوازع الديني. الوازع الديني هو في كل واحد فينا يسكنه بالداخل. من لم يردعه القانون والسلطان ممكن أن يرتدع بالدين، لأن في كل واحد منا بالداخل فطرة سليمة فيها ناقوس خطر، وفيها توقد الضمير النائم والضمير المستثير فيظهر من جديد. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نستحضر ما ذكره رب العزة جل جلاله في حق الجار، وما ذكره سيد المرسلين ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا حينما وضع دستوره الأعلى، الدستور الإلهي الشامل والمهيمن، وهو القرآن الكريم، وأراد أن يتحدث عن العلاقات بين الناس، قال: اعبدوا الله. اللي ما كيعبدش الله تعالى هذاك راه صعيب باش تتعامل معه، فالخطاب موجه للعباد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان إذا جلس مع صحابته
لا تفوته فائته حتى يذكرهم بحقوق الجار، ويوصي بأن يكون الجيران فيما بينهم عندهم محبة ومودة واحترام وتقدير. وكان جبرائيل عليه السلام أمين الوحي يحضر إلى نبي الله ويوصيه بالجار، يوصيه بالجار: عليك أن تفعل، أوصي أمتك بجوارهم، أوصي أمتك بجيرانهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا النبي كان يتكلم كثير، التعاليم النبوية الشريفة في السنة المطهرة كثيرة 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 فيما يتعلق بالجيران، يكفي أن الإنسان يقرأها يستوعبها، إذا كان عنده وازع ديني سيتحول من جار سوء إلى جار صالح. وحتى الأجانب من غير المسلمين أيام زمان كانوا يندهشون بهذه التعاليم. مثلا هرقل عظيم الروم حينما كان في حوار مع أبي سفيان ذلك الذي هو مبعوث المشركين وأراد أن يحارب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: بماذا يأمركم نبيكم؟ ما هي الأوامر؟ قال: يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا الكلام ذكره أبو سفيان في الفتوحات الإسلامية لما ذهب عند هرقل عظيم الروم وأراد أن يبشره بالدين، فقال: هذا النبي ديالكم ما هي القيم الإنسانية التي أتى بها؟ قال: ليأمرون بصدق الحديث، أول شيء أن تكون صادقا، وأداء الأمانة، تؤدي الأمانة إلى أصحابها، وصلة الأرحام، ما تنكر لدمك ولحمك، وحسن الجوار اللي قرب منك من الجيران، ثم والكف عن المحارم والدماء. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإكرام الجار، إلى جمع الصحابة يقول لهم: خيركم هو الذي يكرم جاره، وكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فكان الناس بعضهم يكرم بعضا، ومظاهر التكريم كثيرة، ومن بينها أنه يتفقده إذا كان جائعا، قد يكون جارك مريض وقد يكون جائع وقد يكون في وضعية ديال الفقر، أنت عندك لابد أنك تطرق بابه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. أنت شبعان، عطاك الله الخير ووسع عليك مولانا، والجار ديالك واحد الإنسان ضعيف فقير عنده عيال ومريض ربما مدين وما عندوش، أنت كتبات شبعان وعارف بأنه فقير ومخليه. قال لك: ما آمن بي، ما آمن بي، وخا يصلي ويصوم ويمشي للحج والعمرة، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ثم إن النبي الكريم نهى عن إداء الجيران، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. واحد الجار ديما مصدعك، خلق لك المشاكل، يدق بالليل وبالنهار، الإصلاحات يديرها في الوقت ديال الراحة ديال الناس، يسمع الموسيقات، اللغط اللغو في البيت دائما ضجيج، وإذا تكلمتي معاه كيخرج عينيه وكيتعامل معك بواحد الشدة، ويقدر يأديك في أولادك وفي زوجتك وفي ممتلكاتك. هذا النبي الكريم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. شكون هذا يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذر بأن من أخطر ما يمكن أن يؤذي الجار وهو التحرش الجنسي. وهناك القوم مجموعة النزاعات في المحاكم وفي مخافر الشرطة، كالقوا بأن هناك تحرش جنسي بين الجيران،
واحد الولد شاب عند واحد العائلة يتحرش ببنات الجار الذي يسكن بجانبه أو يتحرش بزوجته في غيبته، فهذا من أشد المحرمات. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا الحرام كله حرام، لكنه إذا تعلق بالجيران صار الحرام مضاعفا. فقال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. الحرام حرام كله حرام، لكنه مراتب. كيقدر الواحد يمتد تزيغ عينه على زوجة جاره أو بنات جاره، هذا حرام، لكنه لو أنه فعل هذه الجريمة ديال الزنا وديال الخطيئة على براء بعيد، لو عشرات المرات زنا بعيد أحسن له وأخف ضررا من أنه يسيء لزوجة جاره. لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ولئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. كاين اللي ما فيه الزنا ولكن فيه السرقة، كيمد يدو للقاها كيهزها، غير كتغفل كيدير لك رزقك. فقال لنا بأن السرقة بعيد عشرة المرات تعدل سرقة واحدة عند جارك. وأخطر من هذا وهو لما يكون الإيذاء بالقيل والقال، أن الناس كيقولوا كلام سيء في الجار، فلان فاعله وتاركة، فلان كيدير كذا وكذا، بالنميمة والغيبة. هذا ما كيسرقش بيدو، ما كيضربش بيدو، وما كيزنيش، ولكنه يتكلم بلسانه غيبة ونميمة وقيلا وقالا كما هو معلوم عند الجميع. النبي الكريم لما سأله أحدهم قال لي: يا رسول الله، إن فلانة تكتر من صلاتها وصدقاتها وصيامها. واحد مرة من الصحابيات ديما هي الأولى في الجامع وهز السبحة وكتقرأ القرآن الكريم وكتصدق على الفقراء وكتصوم ليل الخميس، لكن عيبها أنها تؤذي جيرانها بلسانها. اللي جا قدامها ما كترحموش، اللسان ديالها صليط، كتقول كلام سيء على الجيران. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هي في النار. يعني أخطر ما يمكن أن يتصوره الإنسان أنك تؤذي من هو جارك ومن هو قريب منك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحتفظ وأن نحافظ على حقوق جيراننا، فلا بد أن نحسن إليهم بالقول وبالفعل، أننا نلبي دعوتهم. إذا الجار ديالك طلب منك واحد دعوة، غتجينا عنده شي مناسبة أو شي اجتماع ديال السانديك أو غير ذلك من الأمور، مرحبا، نلبي الدعوة. ما تكبرش، ما تقولش سهمي ماشي من سهمك، غير الظروف اللي خلتني نسكن حداك، أما أنا كان علي نسكن في واحد منطقة راقية. هذا نوع من التكبر ومن الافتخار لا داعي له. لابد من التواضع ما بين الجيران فيما بينهم. ولا عطاك واحد دعوة دق عليك الباب وقال لك جي لعندي، عنده مناسبة سعيدة، زواج، خطبة، عنده فرح، ولا غاش اجتماع ديال الحومة، ما كاين باس، نلبي الدعوة. وإذا كان فرحا نشاركه أفراحه، عنده واحد العرس ديال بنتو ولا ديال ولدو، جمل الحج، نجحوا لي التلاميذ في المدرسة، بغى يفرح نفرحوا معاه، حتى حنا نصفقوا ونغنيوا ونضحكوا ونلعبوا معاه ونعبروا على فرحتنا لنجاحه ولفرحته. وأيضا نواسيه في مصائبه وأحزانه. إلا مات لي شي واحد من العائلة لابد أن نشاركه الحزن ونعبر عن حزننا ونعبر عن تأثرنا ونواسيه بالكلمة الطيبة. كذلك إذا كان غائبا نحميه ونؤمنه، هو غيب مسافر أو في الخدمة عنده عمل يتعثر بالليل، وانت جار ديالو عينك على ممتلكاته، شي واحد بغي يأدي في داره، بغي يأدي في وليداته، بغي يأدي في المرض ديالو، انت شرطي في بجانبه، تحميه وتؤمنه. ولا قدر الله تعالى صدر منه شي كلام او صدر منه شي تصرفات، احفظ سره، ماشي اللي شتيها تقولها تفضحه بين الناس. لابد من حفظ السر. ما شفنا مارينا
تيسولوك الا كانت شي قضيه كبيره ديال القضاء عاد نقول ما كانش. الله يسترنا في الدنيا ويسترنا فوق الارض ويسترنا تحت الارض ويسترنا يوم العرض. لابد من حفظ الاسرار ديال الجيران. ثم الا كان شي واحد بغى ياذيه ندخل، لابد ان امنع الاذى عنه بجميع صوره. شي واحد بغى ياذيه يحقر عليه ما نتسناش تيجي الشرطي، احتيجي رجل السلطة أو ممثل السلطة. أنت واحد أعطاك الله القدرة وأعطاك الاستطاعة، تدخل ومنع الأذى عليه وانصره ولا تجعل الآخر يؤذيه، امنع عنه الأذى. ثم إذا كان هذا الجار عنده ظروف صعبة نساعده في حل مشاكله. كاين الجار اللي مسكين وحل ما عرف ما يقدم ولا يأخر، وانت عندك معرفة بذاك المجال، مثلا هو في المجال البنكي وحل، انت عندك خبره في لعبه الحسابات وعارف الاجراءات القانونيه، ما كاين باس ندخل نوقف معاه نشوف اش عندك. واخا حنا غدا نمشيو جميع ندقوا عليهم الاداره ونشرحوا لهم الوضعيه ونلقاو حلول، نديروا هذه الامور هذه فيما بيننا. وإلا قدر الله تعالى وقع الخصام بين الجيران، واحد الجار تخاصم مع واحد الجار، جاره تخاصمت مع جاره، ما نخليوش الخصام دائما سائد، لابد ان نتدخل ونصلح ما بين الجيران المتخاصمين. كاين بعض الصالحين كيجي مثلا شي مناسبة، إما العيد الأضحى أو عيد الفطر السعيد أو أي مناسبة مباركة، كيتجمعوا كيو أجل يصلح الجيران. واحد الظاهرة كانت جميلة، كان بعض الناس في مناسبات بحال 27 من رمضان يصنعوا الكسكس ويتجمعوا الجيران كلهم ديال الحومة ياكلوا ويشربوا، كيقولوا هذا يوم التغافر، يوم التغافر، بعضنا يسامح الاخر، كيتسامحوا بعضياتهم والكسكس على الجميع والبيوت مفتوحه والرحمه بين الناس. كيبقى القضاء مرتاح وكيبقى الامن مرتاح والناس كيعود بيناتهم محبه وموده. ثم لابد من الصبر على اذى الجار. قد يقدر يكون الجار ربما قد يؤذيك، فاصبر اصبر يا اخي على إذايته، لان الله تعالى امرنا بالصبر. وهنا كيقول الصالحين ليس من حقوق الجيران هو كف الاذى فقط، لا، هو من حقوق الجيران احتمال الاذى، احتمال الاذى. قد تبتلى بجار في مصائب، جار مؤذي، جار سكير كيجي بالليل سكران وكيقول كلام فاحش، او جار اللي هو يا صوته مرتفع وفيه الضجيج وديما الخصام بين افراد العائله، او جار عنده واحد الولد ديالو اللي فيه تصرفات مشينه. ماذا نفعل؟ نحتمل الاذى، نحتمل الاذى. مثلا واحد الظاهره، حي متواضع جدا، ناس عندهم سيارات، واحد الشاب ولد واحد العائله ديما كيقول علاش هذا عندهم سيارات وبا كيمشي في الطوبيس. كيفيق في منتصف الليل كيهز واحد العتله وكيكسر جميع الزجاج تاع السيارات كلهم باش يأذيهم او يفش لهم الرويد او كيكرط لهم الصباغه ديالهم. فيجيو الامن يقلبوا المحضر اش غنديروا في هذه الحاله، الولد مريض نفسيا. كاين بعض الناس ما كيصبروش وكيتابعوا قضائيا، البعض الاخر ملي كيسمع ان من حقوق الجيران احتمال الاذى، احتمال الاذى، كيقولوا الدري مريض اجي نديروا تنازل عفى الله عما سلف وربي عليه العوض، وربي كيعوض فعلا سبحانه وتعالى. الجيران ايها الاحباب الكرام يوم القيامه ملي غادي يكون الحساب عند رب العباد يوم القيامه، اول خصمين غيبدا بهم الله تعالى هما الجيران. يوم القيامه كاين محاكم، المحكمه الاولى خاصه بالدماء، والمحكمه الثانيه خاصه بالفروج، والمحكمه الثالثه خاصه بالدماء، ومحاكم فروع غرف بحال المحكمه ديالنا. يوم القيامه محاكم فيها غرف وكاين الخصمين، النوع ديال الخصوم فيما بينهم. اول خصمين غيبدا بهم الله تعالى للمحاسبه هما الجيران، هكذا في الحديث، أول خصمين يوم القيامة جاراني. لهذا علينا أيها الأحباب الكرام أن نحرص على أننا نعرف حقوق الجيران ونتعامل معها. قد يقول قائل الجيران من هما أو من هم باش نعرف أن عندي الجيران واش اللي حدايا واللي قريب مني. الفقهاء في الشريعة الإسلامية قالوا بأن الجيران هما أصناف ثلاثة،
هناك جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم. ومن الأقارب يعني من دمك ولحمك، ولد عمك ولد خالك، هذا كيتسمى جار له ثلاث حقوق. الحق الأول حق الجوار، ربي جاب وحدك سكن وحدك كتشوفه يومي تصبح عليه وتمسي عليه. الحق الثاني حق الإسلام، أخوك في الدين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحق الثالث حق القربة والرحيم، دمك ولحمك، فهذا عنده ثلاثة الحقوق لابد أن تعتني به. الجار الثاني له حقان، هذا الجار هو كيكون جار مسلم ولكن لا تربطك به صلة القربة والرحيم، فعنده حق الجوار وحق الإسلام، لأن حق الإسلام راه عظيم الشان، عنده حقين الجوار والإسلام. وكاين اللي الجار عنده حق واحد وهو الجار الغير مسلم، عنده حق الجوار، قد يكون بجوارك واحد الإنسان على غير الدين الإسلامية، قد يكون يهوديا أو يكون نصرانيا أو يكون مجوسيا أو لا دينيا، ذلك شأنه. فإذا كان بجوارك فعليك أن تتعامل معه على الأقل بحق الجوار بالاحترام والتقدير. وكان الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم عندهم جيران غير مسلمين، بحال عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، كان جاره يهودي لاصق ليه في الدار، الدار ديالو محادية مع رجل يهودي، فكان إذا ذبح شات كيقول لهم هل أهديتم لجارنا اليهودي، هل أهديتم لجارنا اليهودي، إلى طبخوا طبخ طبخ لذيذ الأيام العادية هذيك راهي عادية، ولكن لك تعدو شي مناسبة وذبح شاة أو صنع طعاما فاخرا فيهدي ويقول هل أهديتم لجارنا اليهودي. فأيضا إذا كان على غير دينك فهو عليك عنده حقوق الجوار. هذا الجوار أيها الأحباب الكرام ما حدها؟ بعض العلماء قال لك حدها 40 جار في كل اتجاه، باش نعرف أنا واش شكون اللي هو جاري شكون اللي ماشي جاري. دابا البناء كيختلف، كان البناء الأفقي بحال المدن العتيقة كتلقى دار حدا دار حدا دار، الناس كانوا متعارفين. اليوم ولا عندنا البناء العمودي، عمارة فيها إر بلس 7 كتلقى شكون اللي تعرفوه شكون اللي ما تعرفوش، الأسانسور كنتلقاو فيه، كاين اللي ما كيتسلموش بعضياتهم. الفقهاء أيام زمان ماذا قالوا؟ قالوا حد الجوار 40 جار في كل اتجاه. في الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم حق الجار 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، معناها يمينا وشمالا وقداما وخلفا، يعني 40 واحد على اليمين، 40 واحد على الشمال، 40 واحد من الأمام، 40 واحد من الخلف. ومنهم من قال الجار اللي خصني أنا مطالب بالإحسان إليه هو الجار المقابل لك في المكان، لكن قد يكون بينكما شارع ضيق لكن هو قريب منك، بشرط أن لا يفصل بينكما فاصل كبير، إلا فصل بينكما واحد السوق أو نهر متسع لا يسمى جوار. ومنهم من قال داروا واحد الباغيم العلماء، قال لك واحد المعيار، لقوا بأن الجيران باش نعرفوا الجار اللي أنا مطالب باش نحسن لي أم لا، هو الذي يجمعهم مسجد واحد أو مسجدان متقاربان، باش نعرف هذاك الجار جاري كتلقى معاه في الجامع ديال الحومة، إما مسجد قريب أو مسجدان قريبان، واحد على اليمين واحد على اليسار. ومنهم من قال على مد سماع النداء، النداء ديال الأذان وكنجتمعوا في بيت الله، هذوك هما أهل الجوار، فلا بد أن تكون بيننا وبينهم محبة ومودة وتعاون. لكن قد يقول قائل هذا الكلام كان أيام زمان ملكة الحياة بسيطة وكانوا الناس حياتهم غادي بواحد الإيقاع لطيف، حتى اليوم كل واحد فراسه، كيفاش نقدم أنايا الاحترام والتعاون؟ لأن سيدنا النبي كيقول لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. الجار ديالك مثلا بغي يدير الإصلاح في الدار، بغي يدير الإصلاح، بغي يريب واحد المكان ويبني بلاصتو حاجة أخرى داخل الدار، نخليه ولا ما نخليش؟
سيدنا النبي قال لنا لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وخا الحيط ديالك أنت وبغى يضربوا واحد الخشبة باش يشد بها المتاع دياله لا بأس اتركه. الخير في المساعدة وفي التعاون، لكن بعض الناس يقول لك لا هذا الشيء كان أيام زمان ملكة الحياة بسيطة وفي الزمن الجميل، أما اليوم الواحد نربع مع رأسه محل مشكلته حتى يحل مشكلة غيره، ويدق على جاره ويسوله أشكليتي أشربتي ياك ما مريض ياك ما وقع لك شي كذا وحنا مسالين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لنا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وخا تقول أنا ما مساليش والوقت ضيق والإيقاع ديال الحياة سريع، ولكن راه هنا البركة. البركة ملي كتكون فيك واحد النسمة ديال الإيمان وديال اليقين وكتساعد الآخرين، ربنا سبحانه وتعالى يعينك، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب التيسير، وكلما كنت في حاجة أخيك الله تعالى يكون في حاجتك، إذا كنت في عون العبد الله يكون في معونتك. وما نسوش أيها الأحباب الكرام، ربي وعد أنه لكي تعامل بهذه المعاملة الحسنة وعد أن يعطيه الله البركة في زماننا هذا اللي هو زمن اللي فيه المال وفيه العلم وفيه التكنولوجيا وفيه الخير الكثير، لكن ينقصنا البركة، الناس كيتشكاو البركة قليلة. أحسن طريقة باش نحصلوا على البركة راهي من بينها أننا نتعامل معاملة حسنة مع الجيران. في الحديث النبوي الشريف يقول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ملي كدير صلة الرحم مع العائلة والأحباب وتتعامل معهم بخلق حسن، ملي كتسول على الجار ديالك وتدق عليه وتستقبله استقبال حسن بالابتسامة الطيبة اش كيعطيك مولانا؟ راه كاين جوائز عندك القضية تسحبوها غير مجاملة واستلطاف وإتيكات، لا الإتيكات ما عنده أجر، هذاك غير دبلوماسية بين البشر. أما ربي عز وجل وعد بالأجر والثواب، فقال لنا اللي عنده صلة الرحيم وحسن الجوار وكيديرها بحسن الخلق قال يعمران الديار، الدار دي معمرة. كاين بعض البيوت تبارك الله وصلى عنبي فيها الخير، كتدخل الدار كتلقاها فيها الدفء فيها الحنان، كتلقى الطياب كتلقى ملي كتنعس كترتاح، العائلة كلها منسجمة، الكل الحمد لله ناجح وكل شيء ضحك وكل شيء فرحان. يعمران الديار، وديك الدار كيخرجوا منها الأولاد ناجحين والعزبات كيتزوجوا والشباب كيخدموا والخير مضفق، ومول الدار كيمشي للحج والعمرة هو مولاد الدار والرزق فايض عليهم. يعمران الديار بهذا الأخلاق ويزيدان في الأعمار، كتلقى العمر ديال الإنسان يزيد، كتلقى ربي كيعطي عمر طويل وعريض، طويل في سنين طويلة وعريض، كتلقى النهار الواحد الإنسان كيدير إنجازات، العام يمضي عنه العام كتقول ماذا أنجزت؟ كيقول الحمد لله هذا العام قريت ولادي ودرت تجارة وربحت ربح وبنيت واحد المحل ومشيت للحج ومشيت للعمرة وصلحت بين الناس ودرت هذا الإنجاز وسلفت هذا وعاونت هذا، كتلقى الحمد لله الزيادة في البركة في النجاحات. فأسأل الله الواحد الأحد أيها الأحباب الكرام أن يلهمنا حسن الجوار وأن يحبب إلينا وإليكم جميعا الخير فيما بيننا، وأن تعم علينا وعليكم المحبة والمودة. آمين آمين يا ربي العالمين. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعود أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 0522 88 0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 0522 46 72 50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ونبدأها من إقليم وجدة مع للا زهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للا زهرة أهلا وسهلا بك.
ربما مشكل في التواصل مع زهرة من وجدة معذرة، ونتحول إلى الدار البيضاء مع سي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الحاج بخير. الحمد رب نشكره مولاي. الحمد لله، أول مرة كان عيط عليك أنا مرتك لي شوية. مرحبا مرحبا خويا، لا داعي لارتباك، حنا في مجلس أخاوي أساري. ومهم ديما متابعين ديال البرنامج ديالك، الله يجزيك بخير. مرحبا سي حسن. الله يخليك، بغيت كدعي واحد اختي توفات صغيرة بحكاية، بغيت كدعي معها وليد الجمعه لا إله إلا الله، والجدة والخوتي كاملين يا ربي يا ربي. واش نقول لك، المهم ودعي للناس كاملين المسلمين أجمعين يا خويا حسن بإذن الله يا رب. المهم كنشكر البرنامج بزاف. العفو خويا، البرنامج ديالك بزاف. العفو خويا، العفو العفو، شكرا لك شكرا لك. وذكرتينا ذكرتينا جميعا في خضم زحمة الحياة كنساو الأموات ديالنا. كل شيء كيتكلم على الأزمات تاع الحياة، أزمة التشغيل وأزمة السكن وأزمة النقل وأزمة الصحة وأزمة كذا وكذا، والحياة بصخبها ومشاكل الأولاد ومشاكل الأزواج. وكنساو في خضم الحديث عن الأحياء كنساو الأموات ديالنا. سي حسن ذكرنا بأمواتنا، الأخت ديالو توفات صغيرة والتحقت بالجدة وهي كبيرة، والموت لا تختار لا كبير ولا صغير، الموت كتاخذ من جميع الأصناف، تاخذ من الكبير المسن، وقد تاخذ الطفل الرضيع، وقد تاخذ الشاب، وقد تاخذ الكهل، وقد يكون الإنسان في عز قوته فتقع له سكتة قلبية أو سكتة دماغية. ربنا عز وجل يفعل ما يشاء، لهذا قال سبحانه إن تأتيكم إلا بغتة. فشكرا لك يا أخي حسن أنك ذكرتنا بالأموات ديالنا باش ما نسوهمش، لأن الأموات ديالنا خصوصا في ليلة الجمعة كيكونوا في أمس الحاجة إلى الرحمات وإلى الدعوات، فكيقولوا أهلنا وأولادنا وأحبابنا يكادوا ينسوننا، حيت كل شيء مشغول، كل شيء كيجري، كل شيء كيقول باقي مازال ما دركش ما ينبغي إدراكه، وكنسوا الأموات ديالنا. فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، هذا الأخ ديال سي حسن اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم أدخل الجنة بغير حساب ولا عتاب ولا عقاب، والجدة اللهم يا رب أسكنها فسيح جناتك واجعل مثواها الفردوس الأعلى. اللهم يا رحمن يا رحيم، جميع أمواتنا من الآباء والأمهات والجدات والأجداد والأخوال والأعمام والخالات والعمات وجميع الأحباب والمقربين وكل المؤمنين والمؤمنات، اللهم يا رب يا كريم، كل من التحق برفيق الأعلى وصاروا تحت التراب اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم أسكنهم فسيح الجنات، اللهم باعد بينهم وبين ذنوبهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم يا رب اجعل قبورهم نورا وضياء، اجعلها مزار للملائكة، اجعلها روح وريحان وجنة نعيم. اللهم يا رب يا كريم، وابعثهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وإن لله وإن إليه راجعون. إلى سيدي قاسم مع للا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير الدكتور كريبان؟ بارك الله فيك بنتي. كدير مع الصحة؟ كدير الوليدات؟ الحمد ربي ونشكره. شوف من شد لي الخط طريق قلبي، ما نقول لك شعلي قلبي تضرب. الله يحفظك للا نادية، الله يعزك بنتي. حق لا إله إلا الله، شت من سنين دابا تنصنت لك ولا كتر لما كتيش لما كانت كسبت الحد يدوز عليا كحل. الله يحفظك بنتي نادية ويعلي دراجتك بنتي. الله العظيم وعلمتينا قوت الحوايج، والله يسهل عليك، والله يزين ملقاك مع الله يا رحمن يا رحيم. ودعي معايا الحاج، دعي معايا دعي معايا دعي معايا، ودعي مع اخوتي ومع جميع المسلمين ومع مهمتي راه عندي هي والله. يا ربي يا كريم يا ربي يحفظك. يا الله يجعلك، الله يجعلك من اهل الجنه يا رحمن يا رحيم يا بنتي ناديه. انا راني عندي 46 عام وباقا بلا جواج. الله يزين ملقايا عليه، الا ما تزوجت هنا غنتزوج ليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يكمل لك الرجاء. تستجب لك؟ نعم الله يكمل لك الرجاء بنتي ناديه.
امين الحاجه من حق الله تنشوف في اليوتيوب الى ما قلبي بحال تيتشد وكيتهز. حفظك الله ورعاك بنتي، حفظك الله ورعاك. هي بحال شي واحد من خوتي. اكرمك الله واعزك الله. معايا الله يجعل ربي يخلي لك وليداتك ويسهل امرك ويسهل عليك ويجعلك من اهل الجنه يا رحمن يا رحيم. هذيك الدعوه اللي تنوض انا معليه تنقول له يا ربي اختار لي من عندك وسلمت امري لك. لا اله الا الله. تقولي سلمت امري لك، انا كبرت وسلمت امري لك وانت عبد ويتيمه، سلمت امري لك واختار لي من عندك يا ربي يا كريم. ديما الله تعالى وتبارك يا ربي يا كريم. انا ناديه وتنصلي ولما صليت حق الله العظيم تنجي من تماره وتخدم داك الشيء تاع الفلاحه. الله يعاونك. وتتقول لي الوالده كولي ولا شحال، تنقول لا تنصلي ونستجب لصدى ربي الكريم. الله يسهل عليك ويعاونك يا رب. ادعي لي مع مرت خويا راه فتحات الله يجعلك من اهل الجنه يا رب يا كريم، ومع خويا ومع خياتي ومع جميع المسلمين اللي تيشهدوا سيدنا محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب يا كريم. شكرا لك ناديه، شكرا لك بنتي. الله يسهل. حفظك الله، حفظك الله ناديه. لالا ناديه ربي والله ما يخيبك، انت الحمد لله فيك النيه وفيك الايمان وانت مرضيه الوالدين، واللي كيكون مرضي ومهدي عمر ربي ما يخيبه. وربما كتشوفي بان ما عندك زهر، كتشوفي بان بنات صغار منك في السن تزوجوا داروا وليدات داروا الدار داروا العائله، وانت كتشوفي بانك سنين وانت في تماره في الفلاحه، وترجعي في اخر اليوم منهكه القوى وكتنتظر الفرحه. ربي عز وجل راه يمهل ولا يهمل، الله تعالى ينظر ويزكي ويبارك بل ويباهي بالخلق امام الملائكه. راه كل حاجه في الدنيا الا ولها من المقاصد والاسرار ما الله به عليم. لا يظن احد بان ربي تخلى عليه او ان ربي ما عطاش، بالعكس لعل في ذلك خير عظيم وانت لا تدري. لالا ناديه انت 46 سنه، راه عدد الفتيات في هذا السن باقي ما تزوجوش، وربي عز وجل بغى يكمل لهم الرجاء. وياما ياما حضرت في علاقه قران وزواج نساء كبر منك في السن، والله عندها 50 عام و52 عام وحضرت لهم، وجا العدول ورفعت الزغاريد وداروا العراسيه كبيره وفرحوا العائله والاحباب، وكانها لم تكن قط انها بلا زواج. اي نعم كيتسنى الاولاد، كل اللي ربي كرمه بالاولاد. واحد السيده بحال السكي ديالك هي عندها 46 سنه كنعقل، ملي غادي تبغي، وهي كانت عندها شهاده علميه طويله، خدت دكتوراه واصبحت مشات لبريطانيا وقرات واجتهدت ونسات راسها، وفي الختام لقات صعوبه باش تلقى رجل في السن ديالها. الا كان شي رجل كيكون اقل منها مستوى دراسي، وإلا كان هذا الرجل بحال في المستوى الدراسي كتلقاه كيقلب على وحده شابه في العشرينات او الثلاثينات، وشعرت بواحد النوع من الازمه، بقات كتدعي الله تعالى لعل لعل. فربنا عز وجل اكرمها بزوج، وحتى هو كان في نفس الميدان ديالها ووقع استلطاف، ونهار الزواج غيتزوجوا والعائله قائمه وتبارك الله، ولدنا جاب لنا دكتوره، ولدنا فرحنا وهز لنا راسنا، وهي تبارك الله لابسه المزيان ومع التزيين ديال العرايس بانت تبارك الله كتشعل. ملي جا العدول وحطوا لي كارت ناسيونال باش يكتبوا العقد، كتشوف الام بان السن ديالها في الاربعينات 43 او 47 او 48، فالام قالت لي لا الدري صغر منها، الدري يلا عنده 30 سنه. الام رفضت ونض واحد النزاع ودخلوا اهل الخير، وقالت لي انا المشكل اللي عندي انا بغيت نشوف ولدي، نشوف عنده ولاده، بغيت نشوف ولاده، الغايه من الزواج هو نشوف الوليدات ديالو. فقال ربي راه كبير سبحانه وتعالى. تم الزواج ولكن في حزن، والعائله رافضه، ومسكينه السيده كتقول واش غنولد ولا ما غنولدش، وكتدعي الله تعالى بالليل وبالنهار، كتقول يا ربي انا سخرت حياتي لطلب العلم وقريت وبدلت وما كنت منحرفه ولا كنضيع وقتي في امور ديال المساوئ، وكتسنى لعل ربي يكرمها بشي مولود، وكتنتظر كتنتظر. بعد مرور تقريبا شهور واحد النهار يتحمل، ملي حملات الدواء عن طبيب هما يلقاو عندها ثلاثه ديال التوام، سماتهم الحسن والحسين وفاطمه، جوج ذكور وبنيه، ربي كبير سبحانه وتعالى.
يا ما حضرنا لي نساء كبارات في السن وربي كرمهم كيجيب لها واحد الزوج اللي يسعدها وتكمل معها الطريق، واللي قدر الله عز وجل ما تزوجش اش غادي يوقع في الوجود؟ فناء العالم لا شيء. على لالا فاطمة أو لالا نادية هادو دابا اللي مزوجين كلهم سعداء، سولي المزوجات وسولي المزوجين، راه الكثير منهم راه غير الصبر، غير الصبر كتلقى عنده من الهم والغم ما الله به عليم. شحال منهم كيشوف البنت عازبة أو الشاب عازب كيقول لي سعداتك راسك هاني، راسك خاوي، تفيق اللي بغيتي وتناسى وقت اللي بغيتي، وحتى واحد ما يقول لك كلام. أما هو عنده عدة تجاذبات، الحياة الدنيا هكذا، كيف ما دار مولانا احنا قابلين. المؤمن من صفاته التسليم للقضاء والقدر، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ورضيت بما قسم الله لي. داكشي اللي قسم لي الله تعالى مرحبا، الله يجعل البركة وإن شاء الله الخير فيما يستقبل. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيجوا نساء ممزوجات وخبرهم، قال لهم بأن في الآخرة وهي قريبة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ربنا يقيم زفاف، كيتسمى زفاف أهل الجنة. زفاف أهل الجنة كل شاب خرج من الدنيا وهو عازب، وكل شابة خرجت من الدنيا وهي عازبة، حينما يدخلون إلى الجنة أول يوم، أول يوم في الجنة غير كيتسمى يوم الزفاف الأكبر. النساء كيعطيهم الله تعالى أزواج كيختارهم مولانا، ربي كيختار لها الزوج الأجمل والأكمل على سورة يوسف عليه السلام، وعلى طول آدم، وعلى عمر عيسى، وعلى صبر أيوب، وعلى خلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العريس اللي غادي يكون يوم القيامة يقدمه الله لكل شابة خرجت من الدنيا عازبة. أما الشاب اللي خرج من الدنيا عازب فكيعطي الله تعالى امرأة من الجمال والحسن والبهاء، لو وضعت إحداهن ساقها عند قرص الشمس لأخفت وهج الشمس، ولو بصقت في البحر، تفلت في البحر، لصار أحلى من العسل. وربنا عز وجل جعل أشياء خلها خفية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المؤمن عمره ما كيحزن، والمؤمن عمره ما كتخاف، لأن الخير اللي دركناه دابا مرحبا، ما دركناش راه جاي في الطريق، جاي في الطريق يقينا، جاي في الطريق وكثير. فأسأل الله الكريم لك يا نادية، الله يرفع عليك الموانع ويرفع عنك العكوسات ويعطيك الله القبول ويسلك الله الأمور. وأسأل الله تعالى أن يبارك في زوجة الأخ وفي أخيك وفي العائلة أجمعين. أسأل الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويسعد قلبك ويختار لك من عنده الزوج الصالح الطيب المبارك المرضي المهدي، وأن يرزقك منه الذرية الطيبة الصالحة، وأن يجعل حياتك هنية مرضية. اللهم كل من قال آمين ارزقه من الخيرات والبركات ما أنت به عليم. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. إلى خارج أرض الوطن نذهب إلى فرنسا مع لالا نجاة. السلام عليكم عمي قريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف درت عمي قريبان؟ بارك الله فيك أبتي، الحمد لله الشكر لله. دار وليداتك. الحمد ربي وشكر كل شيء بخير. الله يرحم لكم الوالدين على هذا البرنامج، ويرحم الوالدين المخرجين وليكم كاملين. بارك الله فيك لله. هذه ليلة الجمعة. حافظك الله لنجاة، الله يصلحك بنتي. عقلتي علي عمي قريبا. عقلت عليك نجاة، كي بقيتي مع الظروف ديالك؟ الله يفرج عليك، الله يفرج عليك، الله يفرج عليك نجاة. آمين يا رب عمي قريبا. لا إله، المشكل مع الزوج مع البنية ديالك وي عمي قريبا لما كملت لك ذاك النهار. أي تفضل بدي خذي راحتك، ديك المرة كان آخر الوقت كان ضيق، آخر الحلقة، خذي براحتك بنتي نجاة وفتحي قلبك، حنا كنا في الاستماع إليك. عمي قريبا أنا ذاك الرجل صبرت عليه عامين. أيه. ما يكفيني، ما يفكر فيا، ما يفكر في حاجة في الدار، كيجي كياكل وكيشرب ويمشي بحالاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيجي كيجلس معايا، إلا جلس كيجلس معايا يومين ثلاث أيام ويمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت باغا وليدات، قلت باش نقوي هاد الأسرة هادي. أيه. جاب لي ربي معاه بنية. مزيان. منين درت كاتخ موا
تسمح فيا عمي قريبان. لا حول ولا قوة. وشنو السبب اللي لنجات؟ السبب أن واحد الصباح أنا كنخدم باش باش ندير له الوراق، كنخدم باش ندير له في شوت دو بين يكتب لي سميك. إيه. واحد الصباح بنتي مسكينة سمحات في قرايتها وكلتها كتعاوني في الخدمة باش نطلع لها في شوت دو بين. مزيان. واحد الصباح نط بنتي عمرت آتي، عندي بنتي عندها 22 الله يخليك 22 عام. إيه. مسكينة كتعاوني باش نكملوا داك الأسرة نجمعوها. عمرت أتي ما بقالوش معنا، ما سمحش لنا نعدك في اللي بقى عمرنا به، وانا ساكنة بعيدة على الكارتي ديال العرب، ما حدياش اللي مقازة ديال العرب. إيه. اللي فان نعنا وداك شي كله. قال لي يا فرها نعنا، قلت له إلا ما بقاش ما عليش دابا نجيبها. بقى كيغوت عليه قال لي شنو هي معناتها بنتك كتشوف غير بجنابها، علاش ما تخليليش نعنا، علاش تتتت. قلت له ما عليش وانا حاملة متقلة وغادا نخدم وربي اللي علم بيا. الله الله الله. هو قال تفضل. هوت كان بكل الطنوبيل، قالت لي بنتي ماركت لها بنتي عيش ما خليتوش نانا، عاوتاني كل صباح هي صباح كيدق فيا الملح راني عييت، ما بيدي الخدمه ما بيدي المشاكل الدار حامله راني عييت. قالت لي صافي ماما ما تبكيش انا غنمشي نجيب له النعناع. مشات جات النعناع وحطاته له حيت ديما كيحقرها دائما. لا حول ولا قوه الا بالله. قالت لي شوف انا راني ماشي بنتك ولا اختك ولا صاحبتك، انا راني غير بيبتك. الى حينك تقول لي شي حاجه قولها لي نيشان، امي ما تدقش فيها الملحه. لا حول ولا قوه. قالت له راك عييتي كل نهار تتبكيها. منين قالت له داك الهضره بنتي حط داكشي اللي في يديه ومشى بحالاته، جمع فاكو حوايجو كاملين ومشى بحالاته. تبعته انا وولدي، طلبناه انا وولدي رغبناه. قال له ولدي الواليد ما تخليش امي بوحدي، واخا ماشي باه. قال له ما تخليش امي بوحدي، تا مسكينه وراك عارف امي كتبغيك وتابعك حتى لهنا، وحنا ما بغيناكمش تفرقوا. هادي بقينا نطلبوا فيه. واحد الساعه قال لي شوفي منين طلبتيني انت ولدك انا عندي شروط باش نرجع للدار. إيه؟ قلت له كل الشروط ديالك انت راك ديجا اي حاجه بغيتها هي اللي كاينه في هاد الدار. قال لي انا الا رجعت بنتك ما تركبش معايا في الطوموبيل، واخا الطوموبيل ديال بنتي. لا اله الا الله. بنتك ما تخرجش من بيتها، ما تاكلش معايا في الصالون، ما توقفش معايا في الكوزينه، ما تقراش عليا السلام، يعني فاش نكون انا في الدار النفس ديالها ما نسمحهاش. لا حول ولا قوه الا بالله. انا دخلت كنبكي للدار ما حكت لا ما نقدم ولا ما نخرى عمي قريب، هذيك بنتي وهذا راجلي. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمح لي غنطول عليك عمي قريب. مرحبا بنتي نجات، خذي راحتك. بنتي فاش دخلت قالت لي ماما شنو كاين، قلت لها شنو بنتي فحطوا واحد الشروط ما قدرتش عليهم. قالت لي انا موافقه الا كان هادشي يسعدك ويرضوا معاك مزيان انا موافقه ما نخرجش من البيت. قالت لي هزي التليفون وعيطي له قول له رجع انا موافقه، المهم انت تكوني سعيده في حياتك على الهم اللي شربتيه علينا. لا اله الا الله. عيط له رجع للدار. بنتي بقات مسكينه كنهز لها البلاط ونديلها لبيتها بحال تقول هي ماشي منا، كتاكل بوحديتها في البيت، دوز معنا ثلاث ايام هكا، النفس ما تنفسش بنتي هو كاين. من بعد جا لعندي قال لي انا راني لقيت عيطوا لي على واحد الرموك وغادي نمشي نخدم. ايه. قلت له تفهمنا انك غتجلس وغتخدم هنا وغندير لك الورق وغنجلسوا هنا، يعني ما تفهمناش انك ترجع للمغرب. قال لي لا ما كاينش الخدمه. قلت له ما حتى حاجه ما كتجي بالزربه، قلت له الموت وما كتجيش بالزربه. ايه. قلت له شوف، قلت له خصك تصبر، انا مرة وصبرت كافحت 22 عام هذه وانا صابره باش قديت ورقي هنا وباش جبت وليداتي، يعني انت في السيمانه باغي تلقى كل شيء، كاين الدار كاين الطوموبيل كاين الخدمه كاين كل شيء، غير صبر غير وحده وحده. قال لك لا غنمشي بحالاتي هساكو، وعطاني بالدار عمي قريبان ومشى بحاله. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاني كلمتي الوقت اللي كنت محتاجاه. قلت معليش كملت على خدمتي حتى قربت نولد حتى دخل شهري وانا خدامه. ايه. عيط عليا قال لي غادي نرجع واش نحرق الفيزا نقول له سمعك. قلت له بوغ لانستو سي با لا بي، يعني في هذه الوقيته هذه انا ما محتاجاكش. كنت محتاجاك فاش كنت كنعيا وكنت كنتوحم. كتوحم لي نعم متقله من الخدمه. طولت عليك عمي قريبان. لا لا خذي راحتك بنتي نجات، خذي احنا معاك في بقلوبنا وارواحنا. لا اله الا الله يفرج عليك. انا ما بقيتش محتاجاك، انا كنت محتاجك النهار اللي سمعتك كنبكي وما بغيتيش تجلس. قال لي انا غادي نشوف شي واحد من هذوك اللي شهدوا لنا في القنصله ولا هذوك اللي يجلس عندهم حيت ولدي انت انا والديا. قلت له انا ماشي قليك الاصل نخلي والدي كنت عند ناس وحدين اخرين وداري مفتوحه قدها قداش.
قال لي انا غنحرق الفيزا. قلت له علاش ما حرقتيهاش شحال هذه اللي كنت كنطلبك؟ انا ما غاديش نخليك بلا ورق ياك راجلي. إيه ما نخليكش بلا ورق. وهذا المولود غيكون فاتحه خير. لعل هذا المولود غادي يكون فاتحه خير. وي هذاك الشيء اللي كنت كنتمنى ان تكون فاتحه خير عليا هذه البنيه. إيه قال لي لا انا غادي نمشي انا نجي نحرق الفيزا. قلت له شوف اولاد الناس انا نهيت المشاكل حرق الفيزا حرق المغرب اللي بغيتي ديرو ديرو ما بقاش عندي مشكل حيت انا هادي عامين وانا نطربك عييت بالطلب عييت وما ندل راسي ليك. وفاش كيكون عنده عم قريبا هنا في الدار كيبات لي الكل مع التليفون في الصالون والتلفازه منين نوض انا نمشي للخدمه عاد هو يدخل ينعس. لا حول ولا قوه الا بالله. منين انا ندخل لقاه ناعس انا نخرج للخدمه وهو يفيق. لا حول ما هي علاقه زوجيه ما هي حياه زوجيه وي ما هي حياه عمي قريبا انا كنخدم معاه في الصباح. لا حول ولا قوه الا بالله حيت حد كندوز للبيرمي. لا اله الا الله. ما كيهزش راسو انه ينوض معايا ويمشي معايا في الطريق يقول مرتي حامله وغدا مسكينه على رجليها ولا ما مسوقليش بحال ما كيعرفنيش. لا حول ولا قوه الا بالله. كيقول لي قدام ولادي كيقول لي ما كنحرمش نشوف وجهك ولاش مجوج بيا ما كتحمش انت اللي جيتي عندي انت اللي طلبتيني الزواج انت جيتي من المغرب حتى لفرنسا وفرضتي عليا الزواج كطلبني كتقول لي حصل لي الشرف انني نتزوج بك انك انت امراه صالحه وانت والنهار اللي تزوجت بك وليتي كتقول لي هاد الهضره هذه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منين قلت له هكا قال لي بني لي حرقت راسك ماشي غير الفيزا. قلت له حرقت راسك هاد الهضره قلتها عمي في حاله غضب. حاله غضب حاله غضب حيت هو اللي قال لي قوليها. اييه قلتها بلوكاني في التليفون عيط عليا قال لي بيناتنا تسالى انا غادي نشوف كي ندير نجي ناخذ منك غير بنتي. نجاة انتم كنتم مزوجين بعقد شرعي. عقد شرعي في لاميري ديال فرنسا ماشي في المغرب. ماشي في المغرب. ومتقت في القنصله المغربيه. اه داكور. اييه منين قلت له داك الهضره بلوكاني فوقاش عيط عليا عمي قريبا. نعم. حتى الليله اللي كنولد فيها راني في البلوك. معايا غير بنتي ما معايا حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى وبنتي. ونعم بالله. انا كنتوجه هو بدا كيصوني قالت لي بنتي امي صافي ما تجاوبيش حيت البنت سكت ليا القلب ديالها اربعه د المرات وانا كنولد. الله 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 الضغوطات اللي كتعرضي ليها وداك الهم اللي كتعرضي ليه البنت هي الضحيه الاولى في بطنك. انا ما كنتبش عليك عندنا قريبا كنت كنقول يا ريت يا ربي تسمح لي على هذه الكلمه يا ريت كما حملتش باش هذه البنت هذه ما تعيش بلا بواها بعيد عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. عيط عليا قال لي بنت الناس. قلت له غنجاوب كومون خصو يعرف شي حاجه على بنتو. ما عمري ما عيط وما جاوبتوش رغم انه كيدير لي اللي ما كاينش وكيعايرني بالاهانات وكيقول عليا فاسده وكيقول عليا عمي قريبا وفي امر الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوه الا بالله. عاش معايا وعرفني شنو كنسوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاوبته قال لي فين راكي؟ قلت له راني كنولد. بقى متبع معايا في التليفون واش ولدتي واش تا ولدت ولدت صورت له البنيه صيفطها له درت له فيديو. قال لي نجات؟ قلت له نعم. قال لي نطويو داك الصفحه القديمه ونبداو صفحه جديده دابا راه ولات بيناتنا بنيه ماشي زوج على ورقه. مزيان ولات بيناتنا بنت. هذا بشاره ديال الخير مزيان الحمد لله. استيقظ ضميره مزيان. هذا فتح ديال الخير عليا. اييه وافقت وبقى بيناتنا اتصال عمي قريبات كنصور البنت كل ساعه الفيديوهات ونصيفط له البنيه. اي قلبه غيتحرك قلبه لان الاب غيبقى فيه حنان داخلي غيشوف البنيه ديالو وغادي يرتاح في قلبه وغادي يبغي يتسامح ويبدا صفحه جديده. وي قال لي غتخرج لي فيزا نجي. بدا عمي قريبا ذاك الراجل بحال اللي ما تحركلوش قلبه بدا عاوتاني بالهضور الخايبين والمعيون وغير كل ما جوج باقا تحميني بنتي والله تنحيدها لك والله يا دين امك تندير لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت البنت كنقول له واش ياك ما شي واحد كيعمرو نجات شي واحد كيعمرو والدي صعاب عمي قريبا الله يسمح لهم راهم زايرين بيت الله والدي صعاب والدي خصهم غير هما ما عرفتش اش نقول لك ذاك الناس هما كانوا رافضين هذا الزواج في الاول ولا كانوا موافقين؟ هما كانوا موافقين على كل شيء وكنت كنمشي عندهم الكازا رغم انني مشيت خرجت لهم ولدهم من الحبس وعايروني في دارهم يلا وصلت لهم ولدهم من الدار للحبس وعايروني عندهم في الدار. لا حول ولا قوة. ما رضاوش بدنا يكون مجوج مع مرا كدير الميناج. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا عندهم في الدار والميناج مهنة شريفة. انا عامين ديال الزواج وانا مخبعيني على الناس لحد الان.
ما بينينش الناس تلبس ما بينينهاش الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. فاش درت عمي قريبا بات البنية 3 شهور هز راسه وجا مزيان قال لي نتلاقاو في ماكدو اللي كاين في لاكار. نعم. قلت له واش الدار ما كاينش باش نخرج انا بنية صغيرة؟ قال لك نتلاقاو في ماكدو. درت له خاطر مشيت عرفت له الماكدو تلاقيته جاي عمي قريبا بيدي خاوية قريعه صغيره ديال هذاك الصغار ديال سيدي علي اللي كاينين في المغرب صغيرين كاع اللي كيعطوا للدراري الصغار فيها القطران البنت قال لك زعما الا شمات شي حاجه ولا هذا باش تفكرها بالماء القطران شويه القطران مازال عندي عمي قريبه لا اله الا الله هز بنته باتها فرح بيها دوز الساعه ديال ما كان معاها ومشى بحالاته بحال ما كيعرفنيش بقى فيا الحال عمي قريبه انت اش كنت تنتظري الا نجات كنت تنتظري منه انه يحتضنك انه يتهلا فيك يكرمكم يوسع عليكم كنت كنتظر انه يجي يسد على البنت ويدخل الدار ويجيب حوايجه ويحطهم كما توجنا النهار الاول على سنة الله ورسوله وبالنية هكا كنت باغا النهار الاول هي يتوسفحت الماضي وبدات صفحه جديده البنيه دابا الان عرب المحبه وما ود بينكما حطينا انا وياه انا طلبت من الناس تحيد في الصدق ديالي الحلم ديالي نقرا القران الله 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 عاودي لنا نجات هذه الفكره الصداق اللي عطاك شنو هو 60 حزب 60 حزب عطاك هو صداقي ما خديت حوايج ما خديت حتى حاجه سنتيم من عندهم مريض لا اله الا الله لا اله الا الله قلت له الناس نهار اللي قال لي باه طلب يا بنتي شنو بغيتي قلت له انا ما بغيت حتى حاجه الحمد لله يا ربي نعم علي يا ربي بواحد النعمه ما كنتش كنحلم بها كنت كنطلب الله بالليل وبالنهار اعطاني ربي وليدات اعطاني ضوير اعطاني الخدمه اعطاني كل شيء انا كنت باغا نستر لا غير انا بغيت غير من حقك من حقك نجات المراه سرها الستره والراجل هو اللي يسترها باش ما تبقاش متعرضه لنظره الناس واشاره الناس والهمز واللمز الراجل كيستر المراه فعلا هادشي اللي كنت باغا كنت نغطي راسي عمي القريبه اياها بنتي طلبت الناس 60 حزب جابوا لي النهار اللي جابوا حطيناه وتعاهدنا عليه انه ما يفرقني ما نفرقوا الا دفني ودفنتو الله 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 في المزيانة وفي الخايبة الصعيبة وفي السهلة هكا تعهدنا أنا وياه وهذا عهد كبير بحال ديال الأنصار والمهاجرين هذا عهد كبير شكون اللي علمكم هذا الشيء نجات فرنسا هذا الشيء هذا لا عمي قريبا أنا كبرت في المغرب وكنت امرأة إخوانية وكنت أنا كنت كبرة في عين لوح أنا بنت فاس ولكن كبرة في عين لوح إيه مشرفين بنت معاك شلوح كنت مجوجة في شلوح وكنت مشاركة في واحد جمعية الإخوان سميتها جمعية الأخوات نعم مسائل تربوية وإيمانية نعم وي كانوا كيجيو من وزارة الأوقاف كيعطيونا الحديث والدروس الدينية وكل شيء الحمد لله إذا عندك الحمد لله عندك رصيد ديال الماضي كله الحمد لله فيه التربية والإيمان ملي سافرتي لفرنسا ديتي معك القيم الأخلاقية ديالك بقى عندي ذاك الشيء أنا كبرت في البلاد عن الكروي ما قلتش هنا أنا لحد الآن مثلا متبعة التقاليد تا ولا متبعة تقاليد البلاد كيصلي والحمد لله حمد ربي وشاكرة على وليداتي كيخدموا داخل سوق راسهم وراه الشاف راه كيقول لي حصل لي الشرف ندير معاك الولاد أنك أنت مرة طيبة ومربية ولادك تربية حسنة لا إله إلا الله هي هذيك عن الكروي تحلفنا هكاك صافي بقى السيد هكاك على طبعه ما تغيرش نعم. ديما كنت نقرو انا وياه ديما كنت نقرو انا وياه غير كلمه جوج هو كيقول لك المراه حشات حشره اعوذ بالله من الرجل صبات قال لك المراه خلقات من الضلعه ديال الراجل ما خصهاش ترفع صوتها ولو تزغي يديها الزربه ما تهزهاش لا اله الا الله المراه خلقات من الضلعه تبقى من تحت الضلعه لا حول ولا قوه هذه طريقه التفكير ديالو عمي قريبان هو التفكير خاطئ لا علاقه له لا بالدين ولا بالنصوص الشرعيه هاد الايامات وقع لي واحد المشكل جا لعندي لهنا للدار قال لي بغيت نسبع من عندي بعدا عمي قريبا قال ما قلت لك هادي اتفقت انا وياه غنهود ندير اسبوع في المغرب هكا نجمع العائله عائلته وعائلتي ونسبعوا البنيه ونفرحوا بها وعلى الله وعسى يصفوا القلوب بيناتنا لا اله الا الله قال لي واخا مشيت للقنصله باش نسجل البنت عمي قريبا لقيتهم بلوكيني في القنصله قال لهم صيفط بريه قال لهم كنقول لكم الا قيدتوا هاد البنت في الحاله المدنيه هاد السميه وهالكنيه راه غنرفع لكم دعوه قضائيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هو ينكر بنته عرفتي
بغيت نهبل على الكره. صدمه كبيره. سميتك ولكن في الدين عندها طه ما بغيتش نكون طه. قالوا لي كل شيء، قال لي ديريها بحال ما دنيا كان احب سامح فيك وما بغيتش نديرها، بغيت نديرها بسميتها حيت في الدين حرام. إيه؟ في الدين انك تنكري لها النسب ديالها. نجات فاش كتبتوا العقد في الاميريت ما فرنسا اعطاكم عقد مكتوب وي مختوم عندنا في سميتك وسميتو عقد زوجية وعندي الحالة المدنية ديالي سميتو هنا فاش النهار اللي كتعقدي كيعطيوك الحالة المدنية مع العقد. ولو انه يرفض القانون راه واضح وبين. نو ماشي ماشي هو ما باغيش يقيدها. ما قال لك علاش انا امرأة كنت سيب الصفة الراجل وانا اللي كناخذ هذه الاجراءات انني باش نمشي نقيد البنت ما كاينش. يتقدم هو، مرحبا به، يتقدم هو يقوم بهذه الاجراءات. ما بغاش قال لي لا بغيني ندير الحالة المدنية لبنتي. اول حاجه دير لي الورق، ثاني حاجه يكون عندي الماتريكول الفرنسي الطوموبيل فيها الماتريكول الفرنسي، ثالث حاجه يكون عندي خدمتي هنا ونهود من البلاد باش ندير لها الورق ونهبطها ديال الصباح خصني تنكون اوكيبي. وهذا كله الشونطاج، هذا سميتو الشونطاج هذا ما شاء الله. هادشي الله يجينا ويجيك. مي طاحت في المواد اوت تهرست من كتافها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة كبيرة فايتة 70 جات نوز هبط لها الطنسيو داخل طاحت عيط له كنطلبو وتنبكي. قلت له خليني ندخل نشوف أمي. قال لي والو خلي البنت في فرنسا ودخلي، وإذا دخلتي أنت والبنت غنبلوكيكم هنا من غير تعاودي تدخلي لفرنسا نحيد لك البنت. بغيتي تدخلي بوحدك سيري. لا حول ولا قوة إلا بالله. كتقول له جيب 10 البنات نربيهم لك. راه ديجا محيد المرأة ولدها عنده مسكين عامين. أمو هادي 3 سنين ما شافتوش وراه هربوا جابوا المدريد حرقوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكينة ما جايباش داك الولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا خوتي يدير لي بحال هكا كيدير لي البنت ويخلينا عمي قريبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرها فاش بقيت كنطلبوا يدير لي ما بغاش يخليني نشوف أمي. واحد النهار شكيت عليها عمي قريبان قلت له راني كنت كنخدم وكنت محرومه من الحنان د امي. ملي كانت عندي 10 سنين وانا كنخدم تحرمت من الحنان د امي حيت بات با وخلاني صغيره وخرجت نخدم خلات بعاد النفوس وخاصني نعاون امي عليهم. ملي قلت له باغي نشوف امي بدا كيعايرني عمي قريبان قال لي واش باغا تمشي تشوفي هذيك اللي ما عطاتكش الحنان عايرني بالطفوله ديالي. داك قدر الهي طفولتك ما لا خيار لك فيها، ربي اختار لك نصيبك ومصيرك. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي مشكل على وجه بنتي معليش حتى وحده ما تضايقوها ولا باها ضروري من الصبر. وقال لك ان الله مع الصابرين. نعم ولكن الصبر قد ينفد عند الانسان. جا واحد النهار قالت لك بغيت نجلس 24 ساعه مع بنتي ونسب عليها وهذه مزيان. وانا حيت هنا ما كاينش فين تذبح، الا غتذبح تمشي لواحد الفيرما تذبحو تما وتسوقو تما وتجيبو مزيان. قلت انا ما بغاش ندير لبنتي بحال لانها يتيمه لا في طول المغرب ونسبعو لها سبوع على حسابي ما تخممش كلشي عندي وفلوسها موفره. اي احسن في المغرب غتكون العائله ديالك مجموعه وعائلته مجموعه والحباب والجيران والمقربين ونديرو الطقوس المغربيه ونفرحو جميع. ما بغاش قال لك لا. قال لي مني ما درتيهاش. قلت له انا مزوقه فيك دير لي غير الورق لامي راه عاوتاني طحت على وجهها مسكينه فين ما كانت جهه الدوخه كطيح فين ما كانت وريتو تصور امي وجهها كل مسكين مخمج وعامر بالدمايه. لا حول ولا قوه الا بالله. داك الكلمه مجدل الماكله مطيبه عمي قريب كلشي مجدل الماكله ديال الطريق باش غيمشي في الطريق كلشي ازدح لي كلشي. هرس واحد المقبض بنتي على الطبله قال لي شوفي طيح لي الهضره وقال لي بغيتي تمشي تشوفي صاحبك ولا ديري ولا فعلي انا ما كتهمينيش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجيراني تيسمعوا حسيت انا ما لقيتش فين ندير وجهي والناس كيسمعوا. لا حول ولا قوه الا بالله. كنبكي خرج ضرب دوره ورجع قال لي سمحي لي على داك الهضره اللي قلت ومشى بحالاته. جا ولدي من الخدمه لقاني كنبكي مالك عاوتاني البارح دخلت لقيتك كتبكي دابا ندخل لقاك كتبكي شنو ناقصك علاش كتبكي شنو دار لك عاوتاني. قلت له ولدي راه طيح لي الهضره داكشي باش كنبكي صافي عييت نصبر ما بقيت على منش كامل قريب. لا اله الا الله. والديا ما تنعاودش لامي ما تنعاودش لخوتي ما كتعاود لهمش عن كل شيء ما عارف عليا شي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي ولدي قال لي لا عاود جرب عليا باش يطيحك الهضره وجيران تيسمعوا هادي ديال ما نقبلهاش. مشى دوز 15 يوم ورجع كيدق في الباب قلت له شوف بعد الكاميون حدا الباب
حقا باش ما يشوفوكش الجيران عسس الكاميو يضحكوا عليا الجيران. ما تقبلهاش طلع كيهرس في الباب. قلت له راه محمود ناعس سير تمشي راه ما بغاش الدرز من ولدي. انا فيما قلت غنجيب لك البنت يعني ما بغيش هو يدخل الدار هو باغي يدير غير مشاكل. هو دل تحت بقى كيغوت كيغوت مع الجيران كيقول لي ولدك يهود باش نضرب انا وياه. ما خليتش ولدي يهبط لعنده باش ما يضربوش حيت ولدي عيا بالصبر كان كيعيط له غير الوالد كان يجي من الخدمه عمي قريبا ويعطيه هاك سير باش تحسن الوالد هاك باش تشري الكارو الوالد. لا حول ولا قوه الا بالله. هو كاع ما كيعترف كاع داكشي اللي كديروا على قبله. انت بغيتي تدخلي معاك في الاندماج وسط العائله ويكون واحد منكم يكون ضلكم هو باكم هو كل شيء لكم. مع عمي قريبا النهار اللي دخل بيناتنا حسبوه باه كيعيط له الوالد. لا حول ولا قوه الا بالله. مشى شدوا جاري اللي لتحت ما عرف بقى كيعاود له قال له مرتك راه كانت عندها علاقه مع شي واحد وراه ولا كيجي عندها هذا جاري واحد ولد مكناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي شكون هو فلان؟ قلت له كنا دايرين انا وياه في يونساي 15 اليوم لقيت الغدر طعني في ظهري 15 اليوم يلا خطبت 15 اليوم طعني في ظهري عطيته خاتمو ذهبو قلت له ولد الناس الله يسهل عليك انا كنت باغا نجيب ولادي من المغرب ما محتاجاش المشاكل. قال لي ومازال كيجي عندك؟ قلت له عدي بالله مشي تراجم راني مجوجه وهذاك السيد ما بقاش كاع اصليين هنا راه قال لي عارفه فين ولا وراني عارف كل شيء انا كل شيء تعاود ليا. قلت له شنو نعاودوا لك؟ امراه خدامه بدراعها كبرت ولادها بالحلال والله شاهد عليا وراك شتي الناس كلها كتقدرني اللي السيد حدا كيقول لك الله يعمرها دار راك شفتي كلشي على عينك كانت فيها شي حاجه راك عرفتيها شحال هذه ماشي حتى لدابا تتناقشنا انا وياك عاد باغي تقول ليها شنو عندك شنو عندك. هبطت انا عند جاري قلت له عيب عليك احنا شاركين الطعام وشركنا الخير عيب عليك تخرج لي على داري بحال هكا راه عندك خواتاتك عندك مرتك عندك بناتك وعندك صحتك هادشي راه ما كاينش في الدين ديالنا. لا حول ولا قوه الا بالله. عيط له بدا كيعيط عليا جاوبته قلت له شوف راني بديت بالمكناسي وغادي نكمل بك خليني عليك نتكال ماشي شويه راه ربي اللي علم بيا في هاد المشاكل اللي راني فيها. ما عندك زهر اختي نجات. ولا عمي قريب عيطت لواحد المراه بحال وجهك بنت كازا واحد خواتات هنا ثلاثه قالت لي اجي اختي نسي المشاكل اجي راه حنا دايرين بايلا جي تعيشي معانا هنا عمي قريب فين الدنيا دارت ليا عمرها ما تنسى عمي قريب انا شكي تدعي ديك الليله كاع اللي دار ساهل الا هادي. اش وقع ديك الليله نجات؟ مشيت نتعشى عند داك المراه جيت بنتي صغيره وصلتني بنتي بالطوموبيل الكبيره قالت لي ماما راه ندخل ندوش حيت خدامه غدا خصني اختي وجد راسي سيري انت قلتي مع خوالاتي انا حتى نجم موراك غير العيالات الله شاهد عليا عمي قريبين الا غير العيالات اللي كاينين وصاحبتي معها ولدها عنده 22 عام مرته يلا تجوج هادي عام. والمناسبه شنو هي؟ هما خواتات كيتجمعوا دايره غير بايله ولدها طلب لها بايله مرته ما كتعرفش ديرها طلب المو بايله دارتها وعيطات لي حاسبيني. نعم. منهم هي تجمع ديال النساء بعضياتهم فرحانين ساعدين. كنا كنهضروا على قصه الانبياء هادشي علاش جالسين كنهضروا على قصه الانبياء قصه مريم. أيه؟ اختهم اخوانيه محتجبه كانت كتعاود لنا على قصه مريم قالت لك راه كنتفرج لها في اليوتيوب كنتفرج كاع قصه الانبياء دايرهم وجبتهم لنا في اليوتيوب وانا كنهضروا عليهم بقى كيعيط لي كيعيط لي جاوبته ما عمري ما قدرتش نجاوبه حيت راه باين بنتي وراجلي هذاك. أيه؟ بقاش معايا كنجاوبه قال لي فرقت راني كنتعشى عند واحد المراه قال لي دير الكاميرا درت الكاميرا وريته غير العيال تاع عمي قريبان الكاميرا من باب الشك هذا باش حيد الشك باليقين. وي شاف الولد قاس مخشي حدا خالته لداخل. اييه قال لي شكون هذاك؟ قلت له داك راه ولد صاحبتي صغير. قال لي واش تقدري تدخلي عليه للحمام؟ قلت له عيب عليك شنو هاد الهضره كتقول؟ قال لي واخا دابا تدخلي لدارك. ما يمكنش نسمح للناس جالسين ندخل شنو غنقول للناس؟ جاتني حشومه. قلت له واخا شي شويه ندخل. صيفطت لبنتي ميساج قلت لها جي ديني. بقى كيعيط كيعيط باش ما نسمعش منه شي كلمه خايبه. ولدي عيط لي قال لي ماما راه طيح لي الهضره عيط لولدي ما خليش ما قال له امك ساقطه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فين راه امك الشماته اذكر شنو هاد الهضره عمي قريبا كان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولدي عيط لي ملي شفتو تيعيط ما بغاش نجاوبو قدام العيالات باش ما يطيحليش الهضره قدام العيالات.
فشاوته صافي ملي ضاقت فيا شاوته كي كلفت شنو واقع حل الكاميرا شوفني مع من جالسه الساقطه الدائره الفاسده راه تيديروا لك الرجال كيفعلوا لك الرجال راني مطلقه الطلاق ثلاث ما في الرجوع راه كيحرم عليا عيني يوم الدينه الفاسده ودابا غنجي ناخذ بنتي من عندك حيت ما نخليش بنتي تعيش في الحرام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عتامي كريبان داك الليله ما ايدي مدت ليا طلقني بالباطل اعوذ بالله من الشيطان واشرب بالباطل عمي كريبان. لا حول ولا قوه الا بالله. حزنت عمي كريبان بالباطل ربي شهد عليا عمي كريبان الا كنت قاسم على عيالته مازالين داك العيال عيطت للمراه قالت السلام عليكم اخويا بغيت تقول لها رحنا تحنا بوليداتنا وحفايدنا ونسابنا وكل شيء طيح لها الهضره وقطع عليها امراه كبيره صغيره فيهم عندها 49 عام. لا حول ولا قوه الا بالله. من ذاك النهار احنا في الحرب عام كريبان الله غد ليه قال لي ذاك الطلاق اللي طلقتك راه ما دايش راه ما دايش انا بداك الفقصه عمي كريبان لاول مره في حياتي غادي نجاوبه لاول مره عمي كريبان طيحت له سنه الهضره وحيرته موعدته بختو خا عمري ما عايرت حالة انفعال حالة غضب حالة هيجان انسان ما كيتحكمش في راسه الحالة انني عايرته بمو اختو حيت له طلبت منه المسامحة قلت له نطلب منك المسامحة من حاجة واحدة انني جبت امك اختك قلت له ماشي في حياتي كان عاير راه عندي عقوزتي اللي مطلقة من عندهم هادي من 2005 لحد الان راهم كيسولوا فيا ونسول فيهم هاديك امي الثانية عقوزتي راه امي الثانية. لا حول ولا قوة الا بالله. هذيك عقوزتي مسكينة هذيك اللي مطلقة من عندهم تتبكي معايا كتقول لي بنتي كان عندي ما ندير لك كان عندي الجناح كراني وصلتك. لا حول ولا قوة الا بالله. الحال عمي كريمان انني عارف لامو واختو واخا هو عارني وطلقت على الباطل طلبت منه المسامحة. لا اله الا الله. ومنين طلقني قال لي راه عندي مرة واحدة أخرى في نار صاي. لا اله الا الله. داكشي باش ما كانش كيعمر فراشي كاع ولدي ما كانش كيقول لي امي راه كيهضر مع البنات حتى طلقت عاد قال لي ولدي امي راه ما كنتش كنبغي نسقسك ولا زلعلكي الشمل ديالكي راه ديما كنت كنلقاه كيهضر مع البنات. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولالا نجات باش خسمتوا العلاقه ديالكم؟ باش خسمتوا العلاقه ديالكم؟ بلوكاني داك النهار اللي طلقني بلوكاني وطلقك غير بينك وبينه ولا عن طريق المحكمه وطريق انه غير هضره بيني وبينه هذيك الكلمه اللي قال لي هذيك الكلمه خاص لابد من الاجراءات قانونيات كتسمى الطلاق اما غير مجرد انفعال وقال له انت طالق فما هو بطالق؟ كان عمي قريبا عيشني واحد الايام ما عمري ما كنت كنحلم بهم ولادي ما بقوش كاين البنيه الصغيره اللي عندها 7 شهور ولات كتجي مسكينه عندي كتحبو وكتبوس لي رجلي وخا ما كتحش تموت كتحط فمها وتبقى حاسه بيك حاسه بالمعاناه ديالك كتواسيك. داك الليله ما بكيتش عمي قريبا ما بكيتش صدمت واش راجلي اللي كيعرفني شنو كان لا اله الا الله لا اله الا الله الله يفرج عليك يا بنتي نجاة الله يفرج عليك يا ربي يا كريم الله يفرج عليك نجاة لا حول ولا قوة إلا بالله. نجاة أنت حزينة وحنا شعرنا كلنا بالحزن لهذا الشيء اللي وقع لك مأساة في الحياة ربما اللي سمعك الآن غادي ياخذ عبرة كاين بعض الفتيات اللي كيوقع لهم واحد الاستياء لأنهم ما تزوجوش عندهم 40 عام 45 عام 50 عام ما تزوجاتش كتقول أنا ما عندي زهر ربما كان فيه خير عظيم لأنك ممكن أن الإنسان يقدر يتزوج ويقدر يكون زواجه عذاب ومعاناة وشدائد. احنا سمعنا من نجاة طبعا المفروض نسمع من طرف الآخر ولكن على ما يبدو القضية فيها مجموعة كبيرة من المسائل المتفرعة ولأجل هذا كنلقاو المنظمات النسائية يطالبنا بحقوق إضافية للنساء. لو أن الإنسان يراعي فقط دينه وإسلامه ما غادي يأذي المرأة. المرأة ربي عز وجل قال
قال فيها جعل بينكم مودة ورحمة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. أي نعم المرأة اللي كتكون مطلقة وعندها وليداتها وعندها مسؤولية ديالها وعندها حياة الخاصة ربما صعيب داك الاندماج. لهذا كنفكروا ملي نبغيو يكون شي زواج هكذا نفكروا 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. من أهم المشاكل اللي كتوقع في زواج امرأة مطلقة مع رجل مطلق هو القدرة على الاندماج. واش نقدر ننسى الماضي ديالي؟ لأن الرجل المطلق ربما السبب ديالو عاش حياة مريرة وعاش إحباطات وكيقلب على البديل وجاي وجايب مع الإحباطات ديال زمان. وحتى المرأة هي اللي كانت مطلقة وعندها وليدات حتى هي كتكون محبطة وتعرضت للأذى وكتقلب على بديل. ملي كيتلاقاو جوج مطلقين كل واحد فيهم ينتظر البديل من الآخر. طبعا الجانب المادي حاضر بقوة ولكن الجانب العاطفي له تأثيره العميق. والأكثر الأكثر هو الجانب العائلي، داك الاندماج العائلي. واش ممكن امرأة مطلقة مع رجل مطلق يقع اندماج كامل ما بين الزوج والزوجة، بين أولادهما وما بين أفراد العائلة؟ هذه سديبون حسب العائلات وحسب التقاليد وحسب العادات. فكان الإنسان أنه قبل ما يخطو واحد الخطوة أنه يستخير المولى عز وجل. لهذا كنوصيو دائما بناتنا وأخواتنا والشباب ديالنا ملي تقدم على الزواج، الزواج ماشي مغامرة ماشي لعبة، الزواج هو واحد المصير اللي ممكن أنه يسعد قلبك ويسعد من حولك، ممكن أنه يسبب لك إحباط وكارثة. من يعلم المستقبل ومآل الأشياء؟ لا يعلمها إلا خالقها وبارئها. لهذا وجب على كل من أراد أن يتزوج للمرة الأولى أو للمرة الثانية أو أن يستخير المولى ويعيد الاستخارة مرات متعددة حتى يطمئن قلبه. فإذا رأى بأن هناك إعوجاج ورأى هناك اصطدام ورأى هنا صعوبات فليتراجع إلى الوراء. خير له من أن يدخل تجربة زواج عوض أن تجلب لك السعادة وتجلب لك الراحة كتجلب لك التعب والبكاء والحزين، وكتعد داخل المحاكم وداخل في عالم المحاماة والقضاة وغادي في واحد السراديب ديال الأمن وكنت في غنى عن كل هذا. كنوصي وكنعود نأكد لشبابنا وبناتنا وأولادنا أنه قبل ما يتزوج الإنسان يستخير المولى، يصلي صلاة الاستخارة مرات متعددات. فإن أصابه بلاء فليصبر وليحتسب نجاة. على كل حال هذا الذي وقع لك نصيبك من الحياة، ما عليك إلا أن تصبري وتحتسبي لله تعالى. هذا الزوج اللي كان في الاستماع أنقول لي يا أخي الفاضل رأى نجات ذكرتك بلقطات مشرقة ولقطات طيبة، أن في قلبك خير، أنك ممكن تصلح ما قد فسد. ولكن يبدو بأن الإنسان ليس بمفرده، كتلقى دائما الإنسان، وهذا طبيعة المجتمع العربي كله وطبيعة المجتمع المغربي، الرجل اللي كيبغي يتزوج لابد أن نراعي ظروف العائلة مو خواتاتو والمحيطين به، لأنه مرتبط عادة بأمه وأخواته عاش معهم 30-40 سنة ماشي بين عشية وضحاها غادي يقطع الصلة فيما بينهم غيبقى دائما. فكنوصي في مثل هذه الحالة إلى شي فتاة أو شي سيدة بغى تزوج مع واحد رجل هكذا ما تغفلش العلاقة مع الأم والإخوة والأخوات، تحاول تكسب العلاقة ديالهم أولا. وهنا ربي عز وجل دار لنا فترة الخطوبة. الخطوبة كيقول العلماء جميل أنها تكون ماشي طويلة بزاف وما تكونش قصيرة، إلا كانت قصيرة كتكون استعجال، ولا كانت طويلة بزاف كتكون مملة. فالخطوبة واحد الفترة نتدارس فيها الطباع ونتزاور فيما بيننا، واش هاد العائلة لايقة ليا وانا لايق لهم، واش الطباع ديالنا متوافقة، واش هل ممكن أن نتعايش فيما بيننا. إلا تبين لي بأن الأمور طيبة ودت الاستخارة وكانت المودة والرحمة نتوكل على الله وربي غادي يبارك.
لكن إذا بالي في الأول العلامة بأنك شنآن وكين غضب وكين رفض وكين غير مجاملة باهتة، فالإنسان الأفضل أنه يبقى وحده عوض أنه يدخل واحد تجربة اللي فاشلة واللي فيها معاناة شديدة. على كل حال نجاة قلوبنا معك، حنا شعرنا بالمعاناة ديالك، وانت من خلال كلامك نستشف أنك إنسانة متدينة، إنسانة طيبة، إنسانة تحمل معها قيم أخلاقية، تربيت في المغرب أحسن تربية، نقلتي معك إلى الديار الفرنسية، نقلتي معك للسلوك الحسن، نقلتي معك الهمة العالية، كونك فام دو ميناج شغالة تقوم بالتنظيف هذا ليس عيبا إطلاقا، بالعكس النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كيجوا عنده الوفود وكيسلموا عليه وكيتزاحموا الناس يسلموا عليه، لقى واحد الرجل بغى يسلم عليه وتراجع للوراء، الرجل تراجع للوراء حتى ان النبي الكريم ظن فيه ظن السوء، علاش هادو كيبغوا يسلموا على سيدنا النبي وهذا ما بغاش يسلم كيتراجع للوراء، فقال لي يا رجل تعال سلم علي انا رسول الله، فقال لي ظنه انه ربما من المنافقين او من، فقال لي يا رسول الله اني اريد ان اسلم عليك لكنني استحيي، قال لي لماذا؟ قال لي انا خدام في الحقل، انا كندير حطاب وعندي واحد الفاس وكنضرب النهار كامل وانا كندير العتله ويدي تفلحوا، فخشي واستحييت ان اسلم عليك وانا يدي كلها مضروبه بالشغل بالخدمه بالتماره وانت يدك طيبه، فإذا بالنبي الكريم يسلم عليه بحرارة ويقبل يده ويقول هذه يد يحبها الله ورسوله، كل من يعمل عملا شريف خصوصا إذا كان عمل فيه مشقة تعبه كثير ورزقه قليل هذه يد مباركة يد محترمة، فلالا نجاة ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، غير اصبري واحتسبي. بغيتك نجاة ربما واحد المشكلة عندك وهي عندك العاطفة الزائدة، بغيتك بنتي تعلمي في الحياة أن العاطفة شيء جميل، الإنسان اللي فيه العاطفة راه هو الإنسان الكامل، لكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. ربي عز وجل دلنا العقل ودلنا القلب ودلنا العاطفة، فلماذا سمي القلب قلبا؟ لأنه يتقلب مع الأجواء والظروف، لكن ربي دلنا العقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه، كنجمع العاطفة ديالي وكنخلي الأمور تمشي بشيء من العقلانية، لأن الإنسان الذي يعطي كل شيء ويتدفق بالعطاء وكيبقى دائما هو الذي وخا خاسر، أركين واحد طبيعة نفسية في البشر أن الإنسان مفطور على أنه يحقر ذاك اللي كيعطف عليه دائما، أنت كل ما كتستعطفه أكثر هو كيزيد ينظر لك واحد النظرة ناقصة ويتلدد بتعذيبك. بعض المرات كيكون الطلاق رحمة، الطلاق رحمة، ربي عز وجل في كتابه العزيز أفرد سورة بكاملها سمى سورة الطلاق لأنها رحمة. في الديار الفرنسية في أوروبا في أمريكا في العالم المسيحي ما عندهم طلاق، كيتزوجوا الناس كيبقاوا هكذا جيسكا لامور، ولكن حياة كلها ضياع وكلها خراب والعياذ بالله. ربي عز وجل قال لنا جوج الناس تلاقوا بالخير تلاقوا بالتفاهم مرحبا، إلا كان العذاب وكان الألم والبكاء فالأفضل أن يقع الطلاق. وربي عز وجل قال لنا يغني الله كل من فضله، لعل وعسى ان يتفرق يغني الله كل من فضله، ربي يغني واحد من كل واحد يجيب لي الله تعالى كيالو، واللي ما تزوجش كاع اصلا اش غادي يوقع في ملك الله؟ رحمه الله واسعه، ياما في التاريخ هناك نساء جربوا الزواج الاول ولقاوا الزواج الثاني فيه عذاب، فتفرغنا للعباده وتفرغنا للعمل الصالح وتفرغنا للعمل الجمعوي وتفرغنا لمجالس الذكر ومجالس العلم، عطى الله الخير ما يدار. فاسال الله الواحد الاحد بنتي نجاة ان يفرج همك وينفس كربك ويحفظك ويرعاك. كنعتذر من مجموعة من المكالمات اللي كانت على الخط، مجموعة من المدن المغربية، ولكن حنا بغينا نعطيو الفرصة لأختنا نجاة اللي هي مغربة، هي من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونقدم تحية ديال المحبة والمودة لكل أبناء شعبنا المبارك اللي هما خارج أرض الوطن.
حنا مازال الحمد لله نحتمي بوطننا العزيز، وكنكونوا وسط العائله وسط الاحباب كنشعروا بالدفء. اما هم رغم انهم في دول اخرى متقدمه فيها حضاره وديمقراطيه ومدنيه، لكن راهم كيشعروا بالوحده وكيشعروا بالوحشه وكيشعروا بالغربه. اختنا نجاة بغينا نعطيوها الفرصه انها تكلم على الاقل البوح ديالها والفضفضه ديالها، ربما قد يزيل عنها ما تشعر به من متاعب. زوجه هذا اللي كان في الاستماع، اقول له يا سيدي الفاضل، ما سمعناه من نجاة يدل على انها طيبه القلب وانها امراه صالحه وانها لا تريد الا ان تجمع الشمل ديال وليداتها ويكون معها رجل ستر وغطاء. الطبيعة البشرية، المرأة كتكون مازال شابة وفقدت الرجل الأول، تبحث بطبيعتها عادي طبيعي أنها تبحث عن زوج آخر يسترها وتستره. ألم تكن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجت بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت لها زواج سابق وعندها ابن عنده من العمر 22 سنة، أمنا خديجة، فتزوجها النبي الكريم وهو عازب وكان عمره حوالي 25 سنة. حتى إن بعض الناس ترددوا قالوا كيف يتزوجها وهي أكبر منه سنا، ولكن النبي الكريم تزوجها وأكرمه الله منها بستة من الأولاد. نهار تزوج بها كان عندها 42 عام، ولدت معها ستة ديال الأولاد، ولدت معها رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، ولدت معها إبراهيم والقاسم، القاسم والطيب إبراهيم مع ماريا القبطية. ثم فيما بعد النبي الكريم سوف يتزوج مع أم سلمة، ملي غتموت أمنا خديجة سيتزوج مع أم سلمة، وهي أيضا مات زوجها وعندها عيال. فتزوجها النبي الكريم جمعا لشملها وإكراما لأولادها، ليس عيبا. هذا النبي الكريم ليس عيبا أن الإنسان أنه يلتقي مع امرأة متزوجة وعندها أولاد، وفي الأول وقع الرضا، إذا وقع الرضا في الأول عليه أن يستمر، عليه أن يستمر، ما دام أن الإنسان لم يصدر منها ما يسوءه فهي مكافحة، هي مكابدة، هي كتعب وكتشقى وبغات تجمع الشمل ديال الوليدات وبغات آخي ما بين الأولاد بذاك المولود الجديد، غادي يكون وصلت الوصل ما بين أولادها وزوجها. نجاة انت تابرتي كثير وانت تعبتي كثير، ولكن هذا نصيبك. اللي كنوصيك بنتي نقسم العاطفه شيئا ما وخلي العقل حاضر. اذا كان الزواج غادي يستمر على الفرحه والموده مرحبا، ما كان شيء ربي دلنا الطلاق دلوا لنا في صوره كامله، والطلاق رحمه احيانا قد يكون رحمه، ولعل الله تعالى يبدلك خيرا مما الذي مضى، ومن يدري. راه بنات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم كانت متزوجتان فطلقتا وبكاوا وحزنوا، فقال لهم النبي الكريم لعل الله يعوضكم خيرا، فعوضهم الله أفضل من مضى. كل واحد أعطى الله زوج آخر من الصالحين من الأبرار من الأخيار، وفي الأخر الحياة راها قصيرة، ما نتبتوش بها بزاف. الحياة اللي أعطانا مولانا ناخذوه، ما عطاشنا مولانا احنا صابرين، احنا غاديين مع الحياه، كل يوم نقضيو باش ما قسم الله تعالى، ناكل ونشرب ونصلي ونزور العائله والاحباب وتمضي الايام، وبعد ذلك هناك موت وبعث ونشور سريع 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 في لمحه البصر، ثم هناك حياه فيها الخلود الابدي سوف ينتهي فيها كل المعاناه وكل المتاعب، ما فيها لا ظلم ولا فيها حيف ولا فيها حجرة ولا فيها قانون في صالحك أو ضدك، في ضيافة الرحمن، الحياة التي تنتظرنا جميعا في ضيافة الرحمن. فأسأل الله الواحد الأحد لك يا نجاة أن يحفظك يا ربنا سبحانه وتعالى بالسبع المتاني والقرآن العظيم. واحد مجموعة من الأحباب طلبوا منا واحد دعوة ديال الخير، أخونا السي عبد اللطيف من الدار البيضاء اللي غادي في حياته مستقر، وليداتو الأسرة طيبة وخدم مع راسو التعب والمشقة رغم الرزق قليل، وغادي فرحان وغادي سعيد في لحظة كيشعر بتعب. يزور الطبيب فكيقول لي الطبيب بأنك عندك واحد مرض شديد، العروق توقفوا كل شيء توقف، فشعر بالفزع. كنقول لك يا عبد اللطيف إياك ثم إياك أن تنزعج،
الجسم البشري راه ما في تعب. غدا ان شاء الله الجمعه صباحا غنتكلموا على هذا الموضوع بالضبط، على تجربه سيدنا ايوب عليه السلام ملي غادي يمرض وغادي يمرض كله ما غيبقى فيه الا العظم والعصب، العظم والعصب، لكنه لم ييأس من روح الله فاكسبه الله صحه وعافيه جديده. ربنا يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذاك العقل والمنطق والسنن الكوني راه كله يتوقف امام هذه الايه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. اخونا عبد اللطيف يطلب منكم ايها الاحباب الكرام واحد دعوه له بالشفاء. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. اللهم شافه، اللهم عافه، اللهم بدله دما خيرا من دمه، وبدله اللهم عظما خيرا من عظمه، اللهم بدله عصبا خيرا من عصبه، وعرقا خيرا من عرقه. اللهم شافيه وعافيه، اللهم يا ربي متعه بالصحة وبالعافية وبتمام العافية. قولوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي يا كريم. للا فاطمة أيضا من تارودانت كتقول بأنها مريضة وصلت طريحة الفراش وكتلتمس الدواء وبقت مازال مريضة، ولكن عندها أمل في دعوة الصالحين والصالحات، دعوة الصابرين والصابرات. هذا البرنامج كيتابعوا واحد المجموعة ديال الناس من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح، وكين فيه الناس المبتلين والناس الصابرين والناس الفقراء والناس المهمومين والناس المنكسرين، ياما كثير. هؤلاء كلهم ماذا يسمون؟ يسمون أحباب الرحمن ويسمون ضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن اثنان، الأولين هما الحجاج الميامين اللي كيخليوا العائلة والأحباب والأولاد والتجارة والوطن، كيخليوا كل شيء وكيمشيوا حفاة عراة لابسين غير الإحرام وكيقولوا لبيك اللهم لبيك. هؤلاء كيتسموا ضيوف الرحمن اللي ربي عز وجل يقول جاءوني شعاة غبرة، كيقولوا يا ربنا جئناك من بلاد بعيدة، تركنا أولادنا وأحبابنا وجئنا إليك منيبين خاضعين خاشعين، وقد أنخنا مطايانا بين يديك. هادو هما الأولين. ضيوف الرحمن الثانيين شكون هما؟ هو كل مبتلى، كل صبار، كل مهموم، كل منكسر، كل محقور، كل واحد ما خدش حقه، ظلموه وتعدوا عليه وسمعوه كلام سيء، ولكنه صبر واحتسب، يسمى ضيف من ضيوف الرحمن. وراهم كيتابعونا في هذا البرنامج واحد العدد كبير من هؤلاء. هؤلاء دعوتهم مستجابة. قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعت أغبر، لو أقسم على الله لأبره. أشعت أغبر يعني حالته ضيعة ومكرفص، لكن مقامه عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. للا فاطمة الله شفيك، الله يعافيك. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشافيك من كل داء ومن كل سقم ومن كل علة. الله يمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية. اللهم شافي منا كل مريض. اللهم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.